أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة شخص بفيروس ماربرغ، وهو حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا. وقالت المنظمة في بيان لها إن المريض طلب علاجه في البدء في المستشفى المحلي قبل أن تتدهور حالته سريعا ويلقى حتفه. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غرب إفريقيا، حيث كان هناك 12 تفشيا كبير للفيروس منذ عام 1967، معظمها في جنوب وشرق إفريقيا. وشخصت الحالة الجديدة في غينيا الأسبوع الماضي بعد شهرين من إعلان البلاد خلو البلاد من فيروس إيبولا بعد تفشي طفيف العام الجاري أودى بحياة 12 شخصا. وفي وقت لاحق أكد خبراء التحاليل في المعهد الوطني للحمى النزفية في غينيا ومعهد باستور في السنغال أن التشخيص هو الإصابة بفيروس ماربرغ. وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في بيان: احتمال انتشار هذا فيروس ماربرغ على نطاق واسع يعني أننا نحتاج إلى القضاء عليه في مهده. وأضاف: نعمل مع السلطات الصحية على التصدي السريع له استنادا إلى خبرة وتجربة غينيا السابقة في التعامل مع فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة. وأوضحت المنظمة أن معدلات الوفاة بفيروس ماربرغ تتراوح ما بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة، وأن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات. وأضافت أن العدوى تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، وتشمل الأعراض الصداع والتقيؤ بالدم وآلام العضلات والنزف من فتحات مختلفة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.